حضرتك على مقالين أو ثلاثة في المصري اليوم، كنت واحدا ممن دعموا زميلنا وناقبنا عبد المحسن سلامة، لم تخش أن تقول كلمة الحق رغم أن ربما البعض، أنت عارف طبعا هذه الظروف صعبة جدا لما بتلاقي يعني فارس يقدر يقول كلمة حق أو يقول هنتخب مين كده زي ما احنا بنقولها على الهوا. أنا بشكرك أستاذ أحمد، وطبعا أنا بهني الصحفيين قبل ما أهني الأستاذ عبد المحسن سلامة، لأن ده فوز للصحفيين وانتصار لإرادة الصحفيين. الحقيقة أنا مش هقدر أقول حاجة بعد اللي قاله ناقبنا الكبير الأستاذ مكرم محمد أحمد، قال كلام يعني محترم وداعم من أول يوم، وأنا بعتقد إنه هو حط إيده على رغبة الجماعة الصحفية في التغيير. حقيقة الجماعة الصحفية كانت بتتعطش لفكرة التغيير فعلا، ويمكن ده كان سببا للانتفاضة، أنا بسميها انتفاضة لأنه أن هذا العدد الضخم أن 4500 وي يبقوا موجودين في يوم بعد صلاة جمعة يقعدوا للساعة 3 الفجر، ده كان هناك حالة من استشعار الخطر. عشان كده أنا بقول إن المصريين في ساعات معينة بيتحركوا عندما يستشعرون الخطر، وأظن أن النقابة الصحفيين أيضا تحركت عندما استشعرت الخطر، لأن النقابة أيضا وطن. نقطة تانية عايز أقولها، إنه الأستاذ عبد المحسن النهاردة في يوم بنفرح فيه، لا نلتفت إلى اتهامات ولا إلى شائعات ولا إلى كلام فارغ ملوش عازة، لأن الذين يفعلون هذا إنما يطعنون مباشرة في الجمعية العمومية وفي نزاهة الانتخابات، وهم هنا في هذه الحالة بيتهموا ولا يحترموا إرادة الصحفيين وبيتهموا الصحفيين. عايز أقول نقطة، إنه الذين اختاروا عبد المحسن سلامة لم يختاروه من أجل بدل ولا من أجل خدمات، إنما اختاروا عبد المحسن سلامة لكي يعصموا النقابة من التشتت والانقسام. وأظن إن احنا كنا وصلنا مفترق طريق، وده اللي كان بيصعب زي ما الأستاذ محسن اتكلم، كان بيصعب فكرة إنه هنخش إزاي في هذه اللحظة. وأنا لا أذيع سرا إن الأستاذ ضياء رشوان لما قابلني في الجمعية قال لي شفت أنا الحمد لله اللي أنا ما دخلتش في الجو ده. ودي كلمة حقيقية أنا بس عايز أقولها لحضرتك. في نقطة لو حضرتك سمحت لي، إن الناس اللي اتكلموا على فكرة إنه ده نقيب الدولة، وأنا كاتب بكرة مقال بعنوان نقيب الدولة. هات لي سبب واحد يقول أن عبد المحسن سلامة نقيب للدولة. إنما هو نقيب يرتبط بعلاقات جيدة جدا مع الدولة، لأن النقابة الصحفيين لا تعمل في فراغ ولا يصح، إحنا صحفيين كل واحد فينا له علاقات بأجهزة الدولة كلها وبوزارات اللي موجودة. أنا ما أعرفش الدولة تبقى إيه، أنا ما أعرفش الدولة في دماغ الناس اللي بيتكلموا عن الدولة تبقى إيه، لكن إحنا شخصياً نتلقى تليفونات من الوزراء، من مجلس الوزراء ومن رئاسة، ونحضر الفعاليات والمؤتمرات وكل هذا. إذا كان هذا نقيب للدولة وغيره ليس نقيباً للدولة، فأولى إن نختار نقيب يرتبط بعلاقات يقدر يصلح حاجة أو يقدم خدمة أو يلحق زميل. أستاذ محمد قول لي بصراحة ليه حطيت ايدك على الاستاذ عبد المحسن؟ يعني كنت واضح جدا في المقال لما قلت صوتي لعبد المحسن سلامة وقبلاتي ليحيى، قلت ده بشكل واضح. يعني وبالمناسبة انا اديت صوتي لعبد المحسن ورحت بوست يحيى عملت كده يعني قلت له سأنفذ ما وعدت به، انا اعطيت صوتي لعبد المحسن وانت هذه هي قبولاتي لك، لان احنا زملاء ونبقى اصدقاء في النهايه، احنا فيش بيننا وبين حاجه. وبالمناسبه انا وغيري وانت والاستاذ عبد المحسن لا يختلف على يحيى قلاش الانسان المحترم اللي احنا بنتعامل معاه، نحن نختلف على ممارسات واداء الاستاذ يحيى، لانه يعني كان يمثل تيارا ونحن يعني شفنا الى اين وصلنا
بهذه الاستشارات اللي بتاتي من خارج النقاب. احنا اخترنا عبد المحسن سلامه انه ايضا يمثل تيارا، ولكنه يمثل تيارا وطنيا وسطيا معتدلا، هيك ان هو لا يمين ولا شمال، ما هو في تيار شمال دلوقتي موجود في البلد. فاحنا ضد كل التيارات الشمال عشان بس تبقى انت عارف. ولما انا قاعد ببص عليه من اول ما اتكلم لحد دلوقتي، انا يعني تبادر الى ذهني كلمه قلت كنت عند يعني عندي حق لما انا اخترت عبد المحسن، لانه لما تعمل تحليل شخصيته وقاعد، يعني انا معني شويه بحكايه تحليل الشخصيات وانظر في العيون واشوف بيتكلم ازاي، انت امام كتاب مفتوح حقيقي مباشر واضح صادق وعايز يخدم الناس بدون اي شيء، فهو يمثل الجمعيه العموميه للصحفيين ولا يمثل تيارا بعينه داخل النقابه. استاذ عبد المحسن اتفضل. استاذ محمد انا بشكرك جدا طبعا على دعمك ومساندتك ووضوحك. هل استاذ محمد بذل يعني جهد غير عادي امبارح وظل مستمرا حتى ساعات متاخره من الليل. والاستاذ محمد معروف عنه انه ليبرالي وواضح وقوي. وهو كان يتكلم بوضوح لان ديت كانت قناعاته وقناعه القصيرين الحقيقه. يعني ومنهم يعني زميلنا الدكتور اسامه الغزالي حرب واساتذه كتير الواحد مش عايز ينسى. دكتور عمرو عبد السميع استاذ مجدي سرحان، زملاء كتير، سليمان جوده، علي السيد، يعني كتير صحيح كتير جدا. لكن كان اللي بيميز الاستاذ محمد امين ان هو كان حل المساله، لان المساله هنا ما كانش عنده ملهوش ما فيهاش بعد شخصي، لكن كان بعد مهني ونقابي. هو كان من الزملاء اللي اعطوا صوتهم في الدوره الماضيه لزميلنا الاستاذ يحيى قلاش. وده النموذج اللي احنا عايزين نتعلم منه على فكره. هي المساله ايه؟ انت بتتكلم على ارضيه نقابيه ومهنيه ولا بتتكلم على ارضيه اخرى؟ فطالما الارضيه النقابيه والمهنيه هي اللي بتبقى الحكم، وبالتالي انا بارجو ان يبقى ده سلوكنا جميعا، وما تبقاش المساله واخده فكره الانقسام والتشرذم والاستقطاب الحاد. احنا خسرنا كتير جدا في فكره الاستقطاب الحاد داخل الجماعه الصحفيه، خسرنا بيها جميعا. واظن ان الاستاذ محمد امين يعني عنده رشدته ونفسنا نسمعها بعد كده ان شاء الله في مقالاته، او نسمعها دلوقتي في فكره لابد من عوده الجماعه الصحفيه والصحفيين وحده واحده، وان تنوعت انتماءاتهم السياسيه والحزبيه. استاذ محمد، استاذ عبد المحسن في بدايه الحوار قال انه اللي حصل في النقابه يماثل 30 يونيو، انه خروج الناس، خروج الجماعه العموميه الصامته. شفت ازاي هذا التشبيه؟ هو شاف ماذا شهد امبارح لاول مره الناس تشارك من النقابه لحد الاهرام. نعم. قطعوا الطريق. يعني الحقيقه انا شاركت في الجمعيه العموميه من بدايتها الى نهايتها، وشاركت في المسيره الصحفيه، وانا اول مره احضر جمعيه يعني على مدى 12 ساعه حتى تنفض وتعلن النتيجه وامشي في المسيره الى الاهرام. يعني انا مش عايز اقول واقول ان عبد المحسن متوج يعني بـ 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 بالجمعيه، وده قد يكون قيدا عليه ايضا. يعني حينما يكون وراء هذا العدد الضخم من الزملاء، فهو يعني لا اقول ان هو يبقى مطالب بفواتير، لكن هو مطالب بان يكون عند حسن ظن هؤلاء به، واظن انه عند حسن ظن الناس به. بحييك وبشكرك. انا بشور عليه لو سمح لي دقيقه. يعني لو سمح لي اشير عليه بشيء، انه يعمل يعني هو قالها في اطار الكلام بتاعه، انه يعمل مجلس حكماء معاون لمجلس النقابه. يعني في مشاكل كثيره قد يتعرض لها. حضرتك سالته اسئله وانا يعني شفت المناطق اللي انت بتحط ايدك عليها. في هذه اللحظه هو قال لك عندي الناس اللي هم نستطيع ان نعود اليهم وان نسترشد برايهم وكذا. احنا محتاجين مجلس حكماء يحل مشاكل الناس في المؤسسات الصحفيه، ويحل مشاكل الناس اللي مع النقابه والدوله، عشان ما نوصلش الى التصعيد ان احنا نجيب من النقطه الاخيره وهكذا. واظن انه الفتره اللي جايه محتاجه نبدا يعني نبني على نظافه، ونعمل زي ما الاستاذ مكرم قال، نعمل صفحة جديدة، وخاصة لما الهيئات تطلع والمجالس لما تطلع والمؤسسات دي تبقى خلاص نبدأ نبني، لأن صناعة الصحافة أرجو أن تكون هي المهمة رقم واحد
على جدول اعمال مجلس النقابه الجديد، وبهنيه تاني وبقول يعني يا رب يوفقه، واي شيء احنا نقدر نساعده بيه احنا هنكون معاه من اجل مصر وليس من اجل عبد المحسن ولا اي حد. قبل ما تقفل خليني اسال حضرتك سؤال خبري، نشوف اللي ما يتردد انه حضرتك هتكون عضو في الجمعيه الوطنيه للصحافه فعلا ولا او الهيئه الوطنيه للصحافه ولا ما عندكش معلومات؟ لا 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 الحقيقه لا لا لا, لا يعني ما عنديش فكره. يعني احنا كنت رشحت من النقابه فريق، انت عارف النقابه كانت منقسمه، فريق اختارني وفريق اختار تيار وشلته، فكنت مرشح من النقابه الى يعني المجلس الاعلى للصحافه. وكان بيقود هذا الفريق مجموعه الزملاء اللي هم في مجلس النقابه الاخرين يعني اللي مش مع يحيى. فده كان مجرد كلام، لكن لا انا يعني مرشح من هنا ولا من هنا.